امبارح تابعنا مشاركة سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في حفل تخرج الكليات العسكرية وافتتاح مقر الأكاديمية العسكرية الجديد بالعاصمة الإدارية. ويمكن هذا المشهد بيعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد على حضوره برغم مشاغله وارتباطاته، وده بيعكس طبعا تقدير القيادة المصرية للعلاقات اللي بتجمع ما بين البلدين. خلونا نتعرف تفاصيل اكتر من الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. استاذ اكرم برحب بيك وصباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير. كلمنا اكتر عن ازاي تابعت مشاركه الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات في احتفاليه افتتاح مقر الاكاديميه العسكريه. يعني طبعا الحقيقه يعني حضور الرئيس الشيخ محمد بن زايد امبارح يعني كان محل اعتبار ومحل تقدير شديد، وطبعا يعني اعتقد زيارات الشيخ محمد بن زايد تعتبر كانه هو في بلده بالظبط، وفي يوليو الماضي كان موجود في العالمين وتجول هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيدا عن البروتوكولات مع الناس وكده. فالعلاقات المصرية الإماراتية علاقات قوية وعلاقات استراتيجية بالفعل، مش يعني أخوة وتعاون وشراكة واستثمارات إماراتية في مصر وتعاون في مجالات مختلفة. فحضوره كان حضور يعني صاحب بيت في هذا المكان، والعلاقة تقوم على الود والأخوة امتدادا لعلاقة بدأت مع الإمارات الشيخ زايد الله يرحمه. فطبعا يعني حتى حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر كان شفنا في يوليو الماضي زي ما قلنا زيارة الشيخ محمد بن زايد، وطبعا في فبراير الماضي كان فيه الصفقة في رأس الحكمة استثمارات إماراتية ضخمة. يعني أعتقد أنه نقل الاستثمارات إلى مصر من بره او من دول العالم او غيره خطوه بتؤكد الثقه المتبادله بين الطرفين الحقيقه بين مصر والامارات والعلاقه القويه اللي بتربط هذا الامر. فتنسيق في يعني العلاقات الخاصه او العلاقات الثنائيه تقوم على الشراكه والتعاون والاستثمارات المتبادله والافكار وغيره، وفي نفس الوقت التنسيق الاقليمي وفيما يتعلق بالقضايا الاقليميه او القضايا الدوليه يعني على أعلى مستوى فيما يتعلق بمواجهة أي تحديات مختلفة، خاصة مثلا حرب في غزة والسعي لوقف هذه الحرب المدمرة وغيره. تنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ومنع تطور الحرب أو المواجهة إلى حرب متسعة، تنسيق على عالي المستوى في هذا الإطار الحقيقة. أستاذ أكرم بعد التحية، يعني يمكن تابعنا الحقيقه استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد النهيان. عايزه اعرف من حضرتك اولا دلاله وجود الشيخ محمد بن زايد في هذه المناسبه وحضوره هذه المناسبه، وعايزه اعرف كمان من حضرتك متابعتك لاستقبال سياده الرئيس او شكل الاستقبال للشيخ محمد بن زايد على حضوره رغم حتى انشغاله، يعني حسب كمان ما صرح سياده الرئيس. طبعا يعني اعتقد الاستقبال دايما استقبال للضيف عزيز ولي اخ موجود يعني من اهل البيت يعني الحقيقه. فدائما زي ما قلنا في يوليو الماضي كان في جوله مشتركه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد في العالمين، شفنا ازاي كانت كاسره للبروتوكول وخطوه بنحس ان هو في بلده بيتحرك في هذا الامر. وحدث افتتاح الاكاديميه العسكريه الحقيقه حدث ضخم جدا، فهو يعني هذه المشاركه فيها تاكيد لعلاقه الود وعلاقه الشراكه والتعاون بشكل كبير، والحرص على انه يترك مهامه ويترك انشغالاته وياتي الى مصر، وده كان يعني محل اعتبار. وفي نفس الوقت شفنا ازاي صورته ظهرت في تشكيلات، وكان فيه الحقيقه امبارح كان استعراض عظيم وكاشف عن حجم التطور وحجم التركيز والتاثير فيما يتعلق ما يجري في تحديث
قوات مسلحه الكليات العسكريه، وانه كمان في العاصمه الاداريه كرمز للاراده المصريه العاجله والانتقال انتقال الدوله الى هذا المكان بشكل كبير. فحضور الشيخ محمد بن زايد الحقيقه له معنى كبير وله تاكيد لهذه الاخوه والعلاقه القويه بين الطرفين، فدلالتها مهمه وبتؤكد ازاي هو بيرتبط بمصر ارتباط وثيق فيما يتعلق بالعلاقه الاخويه. عظيم جدا. استاذ اكرم، يعني دائما زي ما حضرتك كده ذكرت العلاقه ما بين مصر والامارات لها خصوصيه. احنا تابعنا وشفنا مؤخرا زاد حجم التبادل التجاري ما بين البلدين، تقريبا احنا وصلنا ل 5 مليار دولار. شايف ازاي تاثير هذه الخصوصيه التي تجمع ما بين الشعبين، ما بين الدولتين قياده وشعبا، على ارتفاع وزياده حجم التبادل التجاري ما بين البلدين؟ طبعا ارتفاع الاستثمارات رمز لهذا الامر، والحال الاستثمارات الاماراتيه في مصر تتجاوز فكره التاثير او الرغبه في تحقيق ارباح وغيره، وان كان ده وارد دائما في اي استثمارات، لكن هي الحقيقه بتقوم على المسانده المتبادله والتعاون المتبادل، ودايما ده شيء بيذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بامتنان حقيقي ويشير اليه بشكل واضح. فمثلا ما جرى زي شفنا صفقه راس الحكمه او غيره، في ان انا بقيم مشروع سياحي واسع جدا بيخلق فرص عمل، بيخلق مستويات من التنميه، يعني مصر القوس الغربي بتنتقل فيه في بناء التنميه زي القوس الشرقي، انتقالا مش فكره السياحه بس، فكره التنميه الشامله اللي هو المدن والمجتمعات القابله للتوسع واستيعاب زياده السكانيه بشكل كبير وغيره. الامارات بتلبي هذا الامر الحقيقه وبتدخل فيه بشكل كبير، ووجود الاستثمارات الاماراتيه الحقيقه بيجذب الاستثمارات الخارجيه، لانه بيضاعف من الثقه في الاقتصاد المصري اللي بتؤسسها البنيه الاساسيه او البنيه الاساسيه اللي اتبنت على مدى ايام، وصدق مصر في انها بتبني نموذج في التنميه برغم وجود مشكلات كثيره في العالم وانعكاسات هذه الصراعات وغيره، الا ان مصر نجحت في انها تبني بنيه اساسيه قويه، وبالتالي فالامارات هنا بتشارك في التنميه في مصر بجانب انها بتعمل استثمارات تعود على الطرفين بفوائد مباشره وغير مباشره، لكنها بتساعد في توسع التنميه في القوس الغربي وبشكل عام، وبتجذب استثمارات، لانه عصر كان يعني نقل الاستثمارات بتتنافس في العالم كله، يعني دول كثيرة جدا في الخارج في أوروبا في الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية في غيره، كل دولة بتسعى لجذب استثمارات. معنى أن الاستثمارات الإماراتية تأتي إلى هنا معناها أن هي بتضاعف من الثقة وبتصنع حالة من التعاون والشراكة وبتوسع المساهمة في التنمية بشكل كبير. أستاذ أكرم، الحقيقة يمكن بنتابع أنه في متغيرات إقليمية وظروف دقيقة بيمر بها أو بتمر بها منطقتنا العربية، وبتأتي هذه الزيارة يمكن في هذا الوقت الدقيق. عايز أعرف من حضرتك فكرة تضافر جهود الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية، وجود دوائر مشتركة ما بين الدولتين يا فندم، أكيد ده قائم على كمان أسس أو دوائر مشتركة للتعامل مع هذه المتغيرات. سؤال مهم، لأنه بالفعل فعلا يعني مصر والإمارات في سياق التأثير الإقليمي للدول ذات التأثير وذات الوزن، في دول في الإقليم بتمثل مراكز ثقل ومراكز تأثير، مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة. فالحقيقة إنه يمكن مصر على مدى السنوات اللي فاتت والرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديها رؤية في محاولة أولا دعم أي مسارات سياسية، وقف أي تدهور أو صراعات داخلية. في دول عربية كثيرة الحقيقة عانت على مدى السنوات اللي فاتت من انقسامات، من اخطار هددت النواه الصلبه للدول، دخلتها في سياقات وفوضى عارمه. واعتقد انه يعني بنامل طول الوقت انه الامور تستقر في دول زي سوريا او ليبيا او اليمن او العراق، تستكمل بنيتها التنمويه. وبناء عليه الحقيقه مصر بترفع شعار مهم واتجاه مهم في انها
تريد خفض التوترات والصراعات. وجهة نظر مصر والإمارات في هذا التنسيق إنه يكون لدى الدول العربية رغم كل ما جرى خلال السنوات اللي فاتت وما نشير إليه اللي أثر بالتأكيد على وحدة القرار العربي أو التحرك المشترك، مصر والإمارات كان لديهم رغبة، مصر كانت رافعة شعار إنه يجب إن الدول العربية تكون لديها من القدرة ومن المؤسسات والمشتركة ما يستطيع التدخل في هذه الصراعات، لأنه الدول الكبرى مشغولة بصراعاتها ومنافساتها اللي احنا شايفينها، وشايفين حروب في مناطق مختلفة ومنافسات اقتصادية وغيره، والاقتصاد بيمثل جزء من هذه السياقات. في منافسات وصراعات في العالم بشكل كبير، مصر أنها القومي تحرص عليه أو غيره. فالعمل بين مصر والإمارات في هذه الملفات الخارجية والملفات الإقليمية الدافع نحو مزيد من تقليل هذه الصراعات والسعي فيما يتعلق بالحرب في غزة التي تقترب من إكمال عام، لوقف هذه الحرب اللي هي إبادية ويعني حرب إبادة وبتمثل أزمة أخلاقية وأزمة لولا في السلام أو في غيره. مصر والإمارات مع حل الدولتين ومع مسار سياسي ومع وقف هذه الحرب ومع منع الاتساع الصراع الإقليمي اللي بيؤثر بالتأكيد على الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل كبير. فأعتقد أنه مصر والإمارات والدول الفاعلة في المنطقة بتسعى إلى أنها تواجه هذه التحديات اللي بتمثل بالفعل استمرارا لتحولات غير مسبوقة في العالم كله، ليست فقط تحولات في المناخ أو في غيره، لكن تحولات بتعطي الحروب والصراعات أشكال وتطورات جديدة بتدخل فيها التقنية وبتدخل فيها حروب معلومات وبتدخل فيها ده، وأنه كمان يبقى دولة زي مصر والإمارات ليس فقط حريصتان على إحلال السلام في العالم وحل الدولتين ووقف هذا الأمر، لكن كمان دفع لمعالجة الصراعات الخطيرة اللي ما تزال تداعياتها في دول جارة زي ليبيا، زي يعني مسار سياسي في سوريا، في اليمن، في تفاصيل كثيرة جدا. فأعتقد أن الجهد كبير وتنسيق كبير ومع الالتزام برؤية مسبقة إنه العالم لا يحتاج إلى أو الإقليم لا يحتاج إلى أي صراعات. يعني أستاذ أكرم، امبارح طبعا تابعنا احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكلية العسكرية، شفنا رسائل مهمة جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل طمأنة للداخل ورسائل شديدة التحذير للخارج. كيف قرأت هذه الرسائل؟ يعني أعتقد أن الرسائل دي مستمرة طوال الوقت، ويمكن بدأت هذه الرسائل مبكرا جدا حتى قبل اندلاع الحرب، في يعني قبل 7 أكتوبر، في 6 أكتوبر الماضي، يعني احتفال 50 سنة. الحقيقة رسائل الرئيس طول الوقت واضحة جدا، رسائل مصر واضحة جدا، والحقيقة إن هي رسائل تقوم على سياسات الحقيقة تم وضعها والتحرك فيها وبنائها على مدى السنوات اللي فاتت. رسائل بتقوم على إنه الدولة المصرية تمتلك من القدرات ما يمكنها من تأمين أمنها القومي، وليس هذا فقط ولكن أيضا القيام بدورها كدولة محورية في المنطقة تضمن استقرار السلام. وأظن أنه ده كان واضح جدا منذ العام الماضي ما قبل حتى 7 أكتوبر، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما عنده رؤية مسبقة للتحذير من هذه المغامرات أو التدخلات التي بتضر الجميع وبتهدم فكرة السلام. وأنه رسائل الرئيس امبارح أنه طمأنة الشعب المصري والمصريين بشكل عام، وده رسائل دائمة، ان احنا حتى لو بدنا نشغل مصر في منطقة شديدة الصعوبة، مصر في حوالينا براميل بارود وصراعات، ثم هذه الحرب الخطيرة التي تؤثر علينا وتؤثر على الإقليم بشكل كبير، ومع ذلك نحن من حقنا ان احنا ننشغل ونقلق ونحمل تساؤلات كثيرة، لكن القوات المسلحة المصرية دائما جاهزة. احنا عارفين انه العالم لا يقوم فقط على المصالح المتبادلة، ولكن بيقوم ايضا على امتلاك القدرات وعلى الردع الواضح اللي هو دائما موجود في خلفية الصورة، بالذات من جهة مصر اللي بتحتفل النهارده ب 51 سنة على انتصارات اكتوبر العظيمة.
اللي واضحة جدا وإنها الدولة الأكثر خبرة فيما يتعلق بالحرب والسلم، والأكثر خبرة الحقيقة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال، ودائما ما تمتلك بالفعل وجهات نظر قادرة على ضمان توازن إقليمي وحاسم حماية الأمن القومي المصري إلى أقصى درجة، وقف أي مخططات للتهجير أو التصفية أو غيره، في نفس الوقت التعامل مع كل القوى الدولية الفاعلة. يعني مصر بتمتلك علاقات مع كل القوى الفاعلة في العالم، سواء القوى الاقتصادية الصين روسيا اليابان غيره، الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة، وتستخدم هذه العلاقات في توجيه الأمور بشكل واضح، ولديها رؤية يعني شفافة وواضحة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر. وإنه كمان مصر بتمتلك القدرة على إطلاق الرسائل، إنه مصر قادرة على حماية أمنها القومي من ناحية، مواجهة أي مخططات من ناحية، وفي نفس الوقت بتسعى إلى سلام حقيقي، سلام يقوم على الردع الواضح في خلفية الصورة. صحيح. والقوات المسلحة المصرية اللي بتمتلك العلم بتمتلك التطوير والتكنولوجيا، وتجيب النهاردة على أسئلة طرحت خلال السنوات اللي فاتت، لماذا تسعى مصر إلى تأسيس قواتها المسلحة وكلياتها العسكرية؟ يعني جيش وطني قوي يحمي، لا يهدد ولا يعتدي، لكنه موجود طول الوقت لتنفيذ وحماية الشعب، وهو جيش مصر وجيش من أبناء الشعب المصري وليس من الخارج. كان يعني على وصف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو جيش رشيد. شكرا شكرا جزيلا كاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابق.